اهلا بيكم مره تانية في صالون المناره اللي اسسه الدكتور محمد سعد الدين. انا بقترح بس اقتراح صغير كده بمناسبه ان النهارده عيد الاذاعه وعيد الاعلاميين، حاجه صغيره بس. الاذاعه من ساعه ما ابتدت لغايه فتره قريبه بقى لها كذا سنه بس الموضوع ده ممتنع، كانت بتقدم لنا كل شهر حفلات اضواء المدينه، صح؟ من هنا ورايح احنا هنسمي سهرتنا الشهريه اضواء المناره. بمناسبه المفاجاه الاولى بقى في الفاصل الثاني، في حد يعرف حد او يعرف بيت في مصر ما تغربش فيه واحد؟ الغربه بقت مكتوبه علينا كلنا، كلنا بنسافر سواء تغريبات قصيره او تغريبات طويله. كان ليا صديق، انا كنت عامل برنامج زمان اسمه رجاء لك يا مصر عن الموضوع ده، وكان صديقي كاتب قصيده صغيره قوي اسمه جلال نصر، انت طبيب، بيقول: وانا في الغربه بكتب لك وببعت لك يا اطيب ارض في الدنيا، سنين الغربه قتاله ومتشاله على كتافي على ايديا، بحبك يا اللي وحشاني ونساني هواكي كل ما بيا، وكلمه مصر تحييني تخليني اشق الصخر بايديا، يا ام الدنيا يا بلدي انا لوحدي لكني بعزتك ميا، وانا في الغربه بكتب لك وراجع لك يا اطيب ارض في الدنيا. نجمتنا الجميله اللي لاول مره تشرفنا في صالون المناره او في ليله اضواء المناره زي ما احنا نسميها، تخرجت من كليه الاداب وهي طالبه كانت بتغني، وفي مسابقه من مسابقات الجامعه خدت المركز الرابع في الاغنيه الطربيه، راحت مهرجانات كتيره، الفنان الكبير جمال سلامه دخلها الاوبرا وبقت سوليست من فنانات الاوبرا الجمال جدا اللي حيعجبك، انتوا عارفين ذوقي برضه. هي صديقتي على فكره من مده طويله جدا ولم نلتقي ولا مره ولا حضرت لها ولا حفله، بس على الفيس الجميل اللي زي ما ليه عيوب ليه مزايا بقيت انا وهي من الاصدقاء، او انا بقيت من الفانز بتوع حياه. عملت اربع اغاني خاصه بيها، منهم اغنيه عن الام واغنيه بتقول لك اغنيه لمصر بتقول قد التحدي، واغنيه هي دي اللي وجعتني يعني اللي هي عن الغربه اسمها الغربه صعبه. لا والله كلنا اتغربنا يا راجل. الفنانه الجميله دي هتمتعنا النهارده عشان تعرفوا مساحتها الجميله جدا بفيروز وام كلثوم وصباح وعبد الوهاب، حاجه يعني بتاع دي. اول مفاجاه، في مفاجاتين تانيين هقول لكم عليهم في وقتها. الفنانه الكبيره سوليست الاوبرا الرائعه، عشان تعرفوا ان احنا هنا دكتور محمد سعد بينقل لكم الاوبرا لغايه عندكم، الاستاذه رضوى سعيد. بعد ما تسمعوا قولوا لي رايكم. Thank you.
Show up.